والله شوفي بقى، الدنيا علمتنا كل خير، الدنيا علمتنا التسامح. أمنا وهي أمنا توج راسنا، علمتنا على اليد تمدينا حق الخير، علمتنا على كل شيء رب العالمين يحفظنا به، علمتنا على شلون نصلي، شلون نربي عيالنا الأجيال اللي اتيه. إذا ما ربيتيها على الأخلاق وصف رب العالمين اللي نزلها، هذا مو بعيال، ما تطلع عيال، ما تطلع عيال برا بيت، تطلع عيال منكوبة بيت. لكن لازم رب العالمين ما علمنا ونزل لنا القرآن وحديثه إلا يبي إحنا نعلم عيالنا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لازم على الإنسان يتعلم من الأخلاق، الأخلاق اللي تعلمك على كل شيء لازم أنت تتعود عليها. والله شوفي بقى، زمان الأول غير، اللي قعدتي على هالويبة كلنا على الصينية واحدة على السفرة، الأم والأبو والأخوان واللي بيون الجيران أو الجيران نفس الأهل، مو ما حن تلفون ها انيت قالت لا والله أنا بطلع، لا طق الباب وداش. عيالنا نفس عيالهم، ما نقول له هذه عيال جيران، لا الجار أهل أحله ما في الجار نقول عزوة، إحنا كلنا الجيران والفرد كلنا إخوان وأهل، كل واحد يحب الثاني، كل واحد يخاف على الثاني. أحلى والأول اللي قعدنا ما فيها هالنت والإنترنت وكل شيء، لا سوالف، هذي علم ذي، هذي شلون الطباخ، هذي شلون الحزاوي. أحلى يقعدون كل واحد يد التليفون وما يشوف رفيجه إلا لا السلام عليكم ومع السلامة، هذي يشوفون. والله أول لا، أول حياة حلوة، الحياة أحسن من الحين اللي انبطحت فيها السطح الأول والتالي منبطحين. يا ليت الدنيا تدور ونعيش يوم واحد من الأول مو من الحين. وسلامتكم.